عزيز العطوي. كم سبوق روحت في شطاها عقب الظهيرة من لحوقي يذوب تبعد الشوط ومسارة ما تضيقي لأبعد المروح بالهجن المغيرة كل ما زاد وما غار الشوط زادت قوة. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. من هنا من على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية درة الميادين الخليجية وعلى بركة من الله وتوفيقه أعلنت هذه التحديات والانطلاقات تحديات وانطلاقات شوطنا السادس الخاص بسن القعدان الثنايا من مسافة 8 كيلومترات شوط الانتاج وشوط المنتجين. هنالك جائزة في الانتظار هنالك خنجر فضي في الانتظار يا مشاركين يا أهل الأصالة يا أهل الندر بالإضافة إلى النيسان باترول ستيشن من نوع بلاتينيوم تنتظر واحدا من بين هؤلاء الكبار واحدا من بين هؤلاء النجوم. على بركة الله أبدأ مع مقدمة الشوط لكي يتابع الناوي ومحمد بن فيصل محمد بن فيصل بن جبر الرمزان النعيمي من يقدم لنا الناوي بينما الحضور والقدوم من قبل حواس ليتقدم بوشعيب بن شعيل سالم بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل من يقدم لنا حواس وينطلق على أول الأسماء. المركز الثالث أتابع القدوم من زكريت وخليفة بن علي بن حمد العطية من يقدم لنا زكريت على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع أتابع القدوم وأتابع شاهين ليتقدم في هذه اللحظات محمد بن جابر بن سالم بالزيوح المري من يقدم لنا شاهين والماركة الشاهينية التي بدأت في الظهور في هذه اللحظات. الدور دور المركز الخامس أتابع شعار بن قنزول من يقدم لنا معوض أحد أكبر الأسماء المرشحة في هذا الشوط سليم بن مسلم بن قنزول العامري من يقدم لنا شعار ويقدم لنا معوض معوض على المركز الخامس. الله 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 العودة وين العودة إلى مقدمة الشوط العودة إلى أول الأسماء إلى الناوي الناوي ومحمد بن فيصل بن جبر الرمزان النعيمي من يقدم لنا الناوي في هذا الشوط الكبير في هذا الشوط الملتهب يتقدم الآن ويقود هذه الطليعة. الله 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 بينما المركز الثاني يتابع القدوم من زكريت زكريت يا زكريت خليفة بن علي بن حمد العطية من يقدم لنا زكريت وصل 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 بن قنزول وصل في هذه اللحظات العامري ليقدم لنا معوض على المركز الثالث سليم بن مسلم بن قنزول العامري من يدفع لنا بمعوض وينطلق في هذه الانطلاقة الكبيرة يتقدم من المركز الخامس إلى المركز الثالث وفي هذه اللحظات يتسلل إلى المركز الثاني عين على الرمز وهنا القدوم على رابع الأسماء من قبل شاهين ليتقدم بالزيوح محمد بن جابر
جابر بن سالم بالزيوح المري من يدفع لنا بشاهين على المركز الرابع. أما المركز الخامس أتابع أول نداء لمياس وينطلق بعبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك. وصل بن بريك ولا هدوء يا بن بريك في هذا الشوط الكبير. يتقدم عبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري مقدما لنا شعار مقدما لنا في هذه اللحظات. هنا يتقدم مع مياس. مياس على المركز الخامس ينطلق في هذه اللحظات ويتقدم إلى المركز الرابع. ولكن العودة العودة إلى الناوي 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 الناوي. من هو ناوي على الرمز؟ مين اللي ناوي على الرمز؟ هنا يتقدم وينطلق الناوي بقيادة محمد بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي. ينطلق انطلاقة الكبار يتقدم في هذه اللحظات. ولكن زكريت يتقدم. زكريت يعلن الانطلاق. زكريت يغير في هذه اللحظات ويغير العطية في هذه الأثناء منطلقا انطلاقة لا رجعة فيها عن الانتصارات في ميدان التحدي ليعلن التحدي ويعلن بأنه حاضر في هذا الشوط الكبير. خليفة بن علي بن حمد العطية من يقدم لنا زكريت معوض على المركز الثالث ليتقدم في هذه اللحظات. سليم بن مسلم بن قنزول العامري يقدم لنا في هذه الأثناء أكبر واعتى المرشحين لانتزاع هذا الرمز. معوض معوض معوض. ولكن مياس مياس يا بن بريك عبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري من يقدم لنا شعار من يقدم لنا مياس. أتابع القدوم وأتابع الانطلاق في هذه اللحظات. وصل حواس حواس يا حواس وسالم بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل من يقدم لنا حواس. أيضا القدوم والنداء الأول للزلزال. مرحبا يا بالكيلة مرحبا يا العامري. الزلزال يتقدم لحمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري من يقدم لنا الزلزال على المركز الخامس. وما بعد الخمسة هنالك أسماء رنانة هنالك أسماء كبيرة ننتظرها في عالم الإذاعة. عودتنا وين؟ عودتنا إلى أول الأسماء إلى زكريت. يا زكريت يا زكريت الله 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 على هذا العرض الكبير وعلى هذا الأداء الكبير من قبل أهل الإنتاج وأهل السلالات. يتقدمون طامعين في الانتصار طامعين في الخنجر الفضي. يا سلام يا سلام يا سلام. من بغى العز لا ينشد عن الراحة نار الأمجاد تبغى من يصاليها. يا سلام يا سلام. اقتربت الأسماء وانطلقت في هذا الانطلاق الكبير. العودة إلى أول الأسماء زكريت العطية. ولكن الناوي الناوي لا يزال صامد. الناوي من يتقدم وينطلق محمد بن فيصل بن جبر الرمزان النعيمي. والرمز ينتظر والسلام ينتظر. وصل في هذه اللحظات سيافة لحمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت من يقدم لنا سيافة. أيضا نبهان لعبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني من يقدم لنا نبهان. ولكن الأسماء القادمة الأسماء الواصلة من الجانب الآخر على المركز الرابع أتابع زكريت زكريت وخليفة بن علي بن حمد العطية
من يقدم لنا زكريت. انتفض زكريت وهذا الصراع الكبير، لا تدري من أين يأتي الهجوم، لا تدري من أين يأتي الهجوم. كيلوين متر أخير، كيلوين متر أخير، والثنايا القعدان تتحك في هذه الانطلاقة، في هذه الانطلاقة تنطلق في مركز واحد، في موقع واحد. ولكن غير الشهواني، غير الشهواني عبد الهادي، عبد الهادي من يقدم لنا نبهان، عبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني الهاجري من يدفع لنا بنبهان. سياب بن جهويل يتقدم، بن جهويل صاحب الماضي الكبير يتقدم في هذه اللحظات. حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت ايضا القدوم مع ارسال لعبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي من يقدم لنا شعار وصل الطنيجي، وايضا موفق لعبد الله بن راشد بن محمد بن محسن انا بن نديلة يتقدم. ولكن العودة، العودة الى الامتار الاخيرة، الى الامتار الاخيرة. الخنجر الى اين سيتجه؟ والرمز الى اين سيتجه؟ وصل موفق، وصل بن نديلة، وايضا ارسال، وايضا مياس وزكريت. الى من سنرسل السلام؟ الى من سنرسل السلام؟ الرمز، الرمز في الانتظار ما يقدم يا هل الهجن في اليوم الكبير. كون من يقفي على الرمز، عاده برهوة لذة الناموس. والرمز والانتاج غير، زعفروا راسه وصبوا المالك هقهوة. غير بن نديلة، غير بن نديلة، بن نديلة يا بن نديلة، يا بن نديلة. يا سلام يا موفق، موفق موفق موفق. عبد الله بن راشد بن محمد بن محسن بن نديلة المري، وايضا القدوم من مياس ولكن بن نديلة. الامتار الاخيرة، معركة الكبار، معركة الكبار. الامتار النهائية ولكن بن نديلة. روح يا بن نديلة، حرك روحه، حرك روحه وانطلق الى الرمز والبلاتينيوم. ولكن بن بريك، بن بريك، بن بريك. عبد المحسن يا عبد المحسن، عبد المحسن يا بن سالم، يا بن بريك، يا بن بريك. يا سلام يا سلام يا سلام. مياس، مياس انهى المهمة، انهى المهمة واهداهم الخنجر، اهداهم الخنجر. سلام يا بن زاهرة، سلام يا بن زاهرة، سلام يا بن زاهرة. وعبيد بن شينان عمدة المضمرين يعود إلى ساحات الميادين، ما يغيب، ما يغيب عن ساحات الميادين، لا أبد ما يغيب. هذا حبيب الرموز. تهانينا، تهانينا والف مبروك لمالك مياس. عبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني موفق لعبد الله بن راشد بن محمد بن محسن بن نديلة المري. المركز الثالث، كان الوصول مع ثالث الأسماء. إذن تهانينا، تهانينا والف مبروك لمالك مياس عبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري، من أهدى جماهيره وعشاق هذا الشعار، هذا الرمز وهذا الخنجر الفضي، بالإضافة إلى الباترول، النيسان باترول ستيشن بلاتينيوم. تهانينا والف مبروك، تهانينا والف مبروك على هذا الفوز والانتصار. بينما جاء في المركز الثاني موفق لعبد الله بن راشد بن محمد بن محسن بن نديلة المركز الثالث، كان الوصول من قبل الزلزال لحمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري. رابعا كان الوصول من قبل زكريت لخليفة بن علي بن حمد العطية. المركز الخامس،
وصل هياض سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري. إذا تهانينا تهانينا وألف مبروك لمالك هذا البطل مياس عبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري بعد المعركة الكبيرة التي دارت رحاها في هذا الشوط. 12 دقيقة 45 ثانية 62 جزءا من الثواني. سلام يا بن بريك، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الوصول مع موفق لعبد الله بن راشد بن محسن بن انديلة المري. 12 دقيقة 51 ثانية 51 جزءا من الثواني. بينما جاء في المركز الثالث الزلزال لحمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري. 12 دقيقة 53 ثانية و18 جزءا من الثواني. تهانينا تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين.